السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، سعيد من ألتقي بكم عبر هذه الرسالة الصوتية مباشرة إليكم. هذا الأسبوع كان مليء بمجموعة من الأحداث. تتمثل الحدث الأول هو استقالة السيد رئيس المجلس الدستوري طيب العيز. طبعا الجزائريين استبشروا خيرا بهذه الاستقالة، ولكن فرحتنا جميعا لم تدم، لأن بعد ساعات من استقالته قام النظام بتعيين رئيس مجلس دستوري آخر دون احترام للإجراءات القانونية ودون احترام للآجال. لماذا؟ لأن يفترض أن رئيس المجلس الدستوري الجديد يعين من الثلث من الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية. هذا اختير من القضاة المنتخبين في المجلس الدستوري، ولكن أكثر من ذلك لقد قاموا بتعيينه ساعات بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري سيد بلعيس. هذه السرعة في تعيينه وهو حرمان الشعب الجزائري من الذهاب إلى مرحلة انتقالية بالأشخاص الذين يريدهم لتأطيرها والذهاب إلى جمهورية جديدة في الجزائر، جمهورية ديمقراطية. لماذا عين في خلال ساعات من استقالة الأول؟ وهذا لكي يجعلوا بأن منصب رئيس المجلس الدستوري غير شاغر، وبالتالي في حالة استقالة السيد بن صالح سيكون هذا رئيس المجلس الدستوري هو رئيس الدولة تطبيقا للمادة 102 من الدستور. هذا يؤكد شيء بأن النظام ما زال لم يستسلم، ما زال يريد يتعند في الذهاب، وهذا من خلال هذا التعيين الأخير، مما يجعل أن هذه الاستقالة بدون معنى في نهاية المطاف. ولكن نقول بأن حتى هذا الذي عين يجب أن يذهب كما يذهب الآخرين. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث فيها هي بيان الجيش الوطني الشعبي الذي قال بأننا سنقوم بحماية الحراك، وبأن لا قطرة دم ستسيل، وسيسهر الجيش الوطني الشعبي على حماية المواطنين في هذه المرحلة بمناسبات المسيرات السلمية. نقول بأن بالإضافة إلى هذا يقول البيان بأن كل الحلول مطروحة وكل الاقتراحات أو مطالب الشعب الجزائري ستؤخذ بعين الاعتبار، وبأنه لن يحيد أبدا عن مطالب الشعب الجزائري. نقول بأن هذا شيء إيجابي بالنظر إلى البيان السابق الذي كان يتحدث عن المطالب التعجيزية، وهي لم تكن أبدا مطالب تعجيزية للجزائريين، كانوا يريدون فقط أن يتخلصوا من رموز هذا النظام. ولكن نقول بالنسبة لهذه النقطة جميل جدا البيانات، ولكن نحتاج ربما في المستقبل إلى أفعال، نحتاج إلى إجراءات. هذه المؤسسة القوية التي قالت منذ أكثر من شهر ونصف وبأنها ستساند الحراك وبأنها ستكون دائما إلى جانب الشعب، هي تدرك ما هي مطالب الشعب، تدركها جيدا. على هذه نتمنى أن نرى في المستقبل القريب أشياء أكثر إيجابية من اليوم. النقطة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها اليوم هي هذه المشاورات التي بدأها السيد
عبد القادر بن صالح باعتباره رئيس الدولة. هذه المشاورات مع الطبقة السياسية ومع الأحزاب السياسية. أنا نقول بأن هذه المشاورات هي استفزاز للشعب الجزائري، وتعطينا فكرة على تعنت النظام وعلى استهتاره بإرادة الشعب الجزائري. نقول بأن سيد بن صالح المرفوض من طرف الشعب الجزائري لإدارة هذه المرحلة الانتقالية ليكون رئيس للدولة، هذه المشاورات لا تعني الشعب الجزائري، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا. ولكن في نفس الوقت أريد أن أتحدث إلى الطبقة السياسية، إلى الشخصيات الوطنية. اعتقادي بأن الذين قالوا بأنهم إلى جانب الشعب الجزائري، إلى جانب الحراك الوطني، إلى جانب هذه المسيرات السلمية، وبأنهم يؤيدون الجزائريين والجزائريات في مطالبهم المشروعة، نقول لهم بأن المساهمة والمشاركة في هذه المشاورات التي لن تؤدي إلى أي نتيجة، لأن الذي يقوم بها مرفوض شعبيا، وبأن الجزائريين يرفضون أن يقوم بتأطير هذه المرحلة ويرفضون هذه الانتخابات. نتمنى بأن يتبع الإخوة القول بالفعل، وهو مقاطعة هذه المشاورات، لأن الذهاب إلى هذه المشاورات هي الشعب لا يقبل ذلك، ويعتبر بأن الذين يشاركون في هذه المشاورات ربما يخرجون عن إرادة الشعب، وأنهم لا يسايرون الشعب في طلباته المشروعة حقيقة. على هذه أمنيتي بأن الطبقة السياسية برمتها ستقوم بمقاطعة هذه المشاورات، لأن الجزائريين بكل فئاتهم بكل أعمارهم لا يريدون من رموز النظام الاستمرار في إدارة الشأن العام. على هذه يجب أن لا نساعدهم، لا تساعدهم الطبقة السياسية في الاستمرار، لأنني أتعجب كيف رؤساء البلديات والقضاة الذين يرفضون مراجعة القوائم الانتخابية، رؤساء البلديات، القضاة الذين يرفضون تأطير هذه الإجراءات الانتخابية، كيف للطبقة السياسية أن تهرول إلى هذه المشاورات اللي في نهاية المطاف؟ لأن القبول بالمشاورات هي القبول بالمبدأ بأن السيد بن صالح هو رئيس الدولة وهو الذي سيسير المرحلة الانتقالية. النقطة الرابعة في تدخلي هي بعض الأحداث المؤسفة والتجاوزات الخطيرة، والتي تمثلت أولا في الاعتداءات أو التجاوزات التي حدثت الجمعة الماضية، واللي تعرضوا إليها بعض المواطنين في وسط العاصمة، وكذلك بعض الاعتقالات والتصرفات والانتهاكات التي مست حرمة جسد بعض الناس الذين كانوا معتقلين في مركز للشرطة في الجزائر العاصمة. إلى جانب هذا هناك ما وقع البارحة في كلية الحقوق جامعة الجزائر سعيد حمدين، عندما قامت مصالح أمنية بانتهاك حرمة الجامعة والدخول دون أن يكون لديهم تسخيرة، دون أن يكون لديهم أوامر قانونية، انتهكوا حرمة الجامعة وحاولوا إلقاء القبض على بعض الطلبة. نقول باللي هذا غير مقبول. حتى في عهد الحزب الواحد، في عهد الحزب الواحد لم تقم مصالح الأمن بانتهاك حرمة الجامعة الجزائرية. بكل هذه الحوادث الثلاثة، اعتقادي بأنه مطلوب أن يفتح تحقيق حول دخول مصالح الأمن إلى كلية الحقوق بدون أي تسخيرة وبدون أخذ من إذن من إدارة الجامعة
أو إدارة كلية الحقوق. يجب أن يفتح تحقيق، ووزارة السيد وزير التعليم العالي والجامعة وجامعة الجزائريين يجب أن يتابعوا هذا الأمر إلى أن نعرف حقيقة ما وقع. كذلك بالنسبة للاعتداءات التي وقعت على المواطنين الجمعة الماضية وكذلك المساس بحرمة جسد بعض الناس، يجب على السلطة القضائية أن تفتح تحقيق في الموضوع، لأن اعتقادي بأن هناك مجموعة من الشكاوي قدمت إلى السلطة القضائية، يجب أن تفتح تحقيق بسرعة، لأن هذا يجعل الناس يطمئنون بأن السلطة القضائية ما زالت قائمة وتقوم بحماية الحقوق والحريات عندما يتعلق بانتهاكات تقوم بها بعض مصالح الأمن المختلفة. النقطة الأخيرة إخواني أخواتي، غدا هي الجمعة التاسعة من عمر الحراك. منذ اليوم الأول قلنا بأن هذه المظاهرات يجب أن تكون سلمية، وقلنا بعد مرور قليل من الوقت قلنا يجب الاستمرار، لأن النظام الذي عاث فسادا في الوطن، الذي زور إرادة الجزائريين لأكثر من 20 سنة، لن يقوم بالرحيل بسرعة. سيتعنت، سيحاول البقاء، سيحاول أن يجند ما يسمى ببعض عناصره من أجل ثورة مضادة. نقول بأنه يجب أن نبقى متحدين، يجب أن نصر ونستمر، يجب أن يعرف الجميع بأننا مصممين وبأن كل الأشياء التي تفرقنا في هذه المرحلة الحساسة يجب أن نتركها جانبا، لأن الذي يهمنا جميعا كجزائريين، كعهد للشهداء، كمستقبل لأبنائنا، كمستقبل للجزائر حرة حقيقة، وأن نستمر بنفس التصميم، بنفس الاتحاد، بنفس السلمية. أبناؤنا في الخارج والعالم ينظر إلينا بإعجاب كبير. على هذه يجب أن نستمر. سعدت كثيرا الليلة منذ ساعة من الزمن عندما كنت في البريد المركزي ووجدت مجموعة من الناس قادمين من واد سوف، من سطيف، من جيجل، من عين مليلة، من قسنطينة، قالوا لي بأننا حضرنا اليوم خوفا من أن لا نستطيع الدخول إلى الجزائر العاصمة صباحا. هؤلاء جاءوا باش يباتوا في العاصمة، باش يشاركوا في المسيرة. يجب أن تكون المسيرة التاسعة، مسيرة كبيرة بكل المعايير. يجب أن يكون خطابا قويا للذين يترددون من رموز النظام بأنهم يمكنهم الاستمرار، يمكنهم التعنت في استفزاز الشعب، في الصمود أمام إرادة الشعب بهذه المسيرة. وبالمسيرات المقبلة سنجعل كل يرحل، ولكن سيرحلون عندما نبقى متحدين، عندما نبقى مصممين، عندما نبقى سلميين. هذا ما أردت أن أقوله لكم الليلة، وأقول لكم جمعة مباركة ومسيرة سلمية حاشدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.